تستضيف الجزائر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في زيارة دولة تدوم 3 أيام، عنوانها الأبرز تعزيز الشراكة الثنائية بما يخدم مصالح البلدين بحسب ما صرحت به الرئاسة الجزائرية. وكان الرئيس عبد المجيد تبون وقائد الأركان الفريق السعيد شنقيحة في استقبال الرئيس الموريتاني والوفد المرافق له. هي أول زيارة للرئيس الموريتاني منذ انتخابه رئيسا في أغسطس آب 2019 إلى الجزائر. سمتها الأبرز تعميق العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح الثنائية. تأتي الزيارة لترتب الأجندة تحسبا للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر في مارس آذار المقبل، ووسط تحديات تميز المنطقة المغاربية. ملفات ثقيلة تهم البلدين وتدفع باتحاد المغرب الكبير ومنطقة الساحل إلى الأمام، أبرزها التنسيق الأمني، إذ يتطلع البلدان للعب دور محوري في إفريقيا لارتباطهما بحدود مشتركة تصل إلى أكثر من 400 كيلومتر، في ظل تهديدات تفرضها منطقة شمال مالي باعتبارها معقلا للتنظيمات المسلحة. بدوره التقارب السياسي مرشح لمزيد من الترسيخ خلال هذه الزيارة، ويعجل بفرض منطق تشاركي في المواقف الخارجية في ظل توتر العلاقات الجزائرية المغربية وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. تأخذ الزيارة بعدين رئيسيين، البعد الأول البعد السياسي الأمني، والبعد الثاني هو البعد الاقتصادي، لأن البعدين متلازمين في إقامة أي علاقات متطورة بين بلدين متجاورين. التقارب الاقتصادي يشكل عصب الزيارة وأحد أهم أهدافها، خصوصا بعد إقرار الاعتماد على معابر حدودية للتبادل التجاري لتنويع المداخيل وزيادة حجمها ورفع حجم المبادلات التجارية. زيارة بأبعاد سياسية واقتصادية وإقليمية تأتي بعد تحرك رئاسي لدول الجوار بغية ترتيب أجندة القمة العربية المزمع تنظيمها في مارس آذار المقبل في الجزائر، قمة بدأ التحضير لها باكرا نظرا للتحديات التي تنتظرها. جهيد رمضاني، العربي، الجزائر. لمزيد من القراءة ينضم إلينا من الجزائر الدكتور توفيق بقعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر. أهلا بك دكتور توفيق. زيارة أولى للرئيس الموريتاني إلى الجزائر تحمل أبعاد عديدة، اقتصادية، سياسية، أمنية وغيرها، ولكن إذا ما ركزت معك على بعد معين يتعلق بالمغرب وموريتانيا التي وضعت نفسها موضع الحياد في قضية الصحراء، هل بهذه الزيارة هي يعني تقول بأنها لم تبقى أو لن تبقى على هذا الحياد، أم قد تلعب دور الوساطة بين المغرب والجزائر؟ تحية طيبة لك وللجمهور الكريم. أعتقد بأن موريتانيا دائما في قضية الصحراء الغربية لديها موقف ما يسمى بالحياد الإيجابي، بأنها لن تتدخل في هذه القضية وأنها تقف على الحياد بين طرفي النزاع، سواء جبهة البوليزاريو أو المغرب. زيارة الرئيس الموريتاني إلى الجزائر هي تحمل أبعاد اقتصادية وسياسية وكذلك أمنية، نظرا لحجم التبادلات وكذلك التوافق في الرؤى في عديد من القضايا الإقليمية والدولية بين الجزائر وموريتانيا. وزيارة الرئيس الموريتاني لا أعتقد بأنها سوف تغير من حياد موريتانيا، وخاصة بأن الجزائر لا يمكنها أن تتدخل في تحديد أولوية دولة موريتانيا، استنادا إلى مبدأ عدم التدخل في تحديد رؤية هذه الدولة فيما يتعلق مختلف القضايا الأخرى، لكن التركيز هو حول القضايا التي تهم البلدين سواء في البعد الأمني أو البعد ولا حتى كدور وسيط البعد السياسي. نعم، تم التداول في الفترة الأخيرة بأن موريتانيا تسعى إلى وساطة بين الجزائر والمغرب، وهذه ليست هذه المرة الأولى، حيث قبل شهرين فقط كذلك صرحت الرئاسة الموريتانية بأنها تعمل من أجل لم اللحم المغاربية وعرض الوساطة بين الطرفين، لكن أعتقد بأن الجو والظرفية الزمنية الحالية غير مناسبة لمثل هكذا وساطات، خاصة وأن الجزائر لازالت تصر بأن العلاقة بينها وبين الجارة المغرب
المغرب لا تحتاج إلى وساطات بقدر ما تحتاج إلى التزام مغربي بالشروط التي أدت إلى قطع العلاقات بين الدولتين. على يعني سياق الأبعاد الأخرى لهذه الزيارة، سواء كانت اقتصادية أو حتى أمنية، وموضوع التنسيق الأمني في ظل حدود طويلة مشتركة بين البلدين، يعني ما هي عوائق هذا التنسيق؟ ما هي الصعوبات؟ ما هي الأدوات؟ في تصوري أن الدولتين قد وضعتا لجنة مشتركة أمنية بين الدولتين في نوفمبر الماضي، وهذه اللجنة تعمل باستمرار من أجل تلافي كل التهديدات الأمنية المشتركة، وخاصة في المناطق الحدودية، سواء الجريمة المرتبطة بالإرهاب أو كذلك بتجارة البشر أو كذلك بالمخدرات وغيرها من الجرائم في ظل وضع لا أمني في منطقة الساحل الأفريقي. هذه اللجنة تعمل منذ نوفمبر من أجل تعزيز وجعل هذه المنطقة الحدودية منطقة آمنة، وتسخير كل الإمكانيات من أجل أن تضمن الشريط الحدودي أن يكون آمن بين الدولتين، وتكثيف الدوريات الأمنية سواء في الجانب الجزائري أو الجانب الموريتاني، حتى يمكن توريد السلع بين الدولتين في ظروف آمنة على عكس المناطق والمعابر الأخرى. بالنسبة لموضوع يعني المعابر والحركة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، تم افتتاح معبر تجاري بين البلدين منذ سنتين تقريبا، ولكن إلى الآن الحركة ضعيفة. هل هذه الزيارة تأتي لتفعيل كل الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين البلدين؟ لا أعتقد بأن هذه الحركة ضعيفة، حيث نشاهد أو كل الأرقام تدل بأن زيادة المبادلات التجارية بين الطرفين في سنة 2021 بما يقارب 205% مقارنة ب 2020. أعتقد من أولوية الجزائر في المرحلة الراهنة هو البحث عن شركاء اقتصاديين خارج وتبادلات خارج قطاع المحروقات من أجل تعزيز الميزان التجاري للبلاد، وهذا ما حققته خلال السنة الراهنة من ربح في الميزان التجاري، وتعول كذلك الجزائر في المرحلة اللاحقة لزيادة حجم التبادلات مع موريتانيا، ومع تكون موريتانيا كذلك عمقا جزائريا نحو غرب إفريقيا وخاصة محور نواكشوط دكار، وبالتالي الجزائر تعول على موريتانيا بزيادة حجم وارداتها للسوق الإفريقية، وهذا ما اتفق عليه الطرفان في العديد من اللقاءات الثنائية. طيب، ولكن على الرغم من ذلك يعني العلاقات التجارية تمام دكتور، على الرغم من ذلك العلاقات التجارية بين موريتانيا والمغرب ما زالت أقوى بكثير من موريتانيا والجزائر، ومحور نواكشوط ذكرت الذي ذكرته هو يعني محور مغربي بامتياز من الناحية التجارية. أكيد أن الجزائر تسعى من أجل زيادة حجم تبادلاتها، وقد وصلت إلى نسبة 20% من حجم حاجيات موريتانيا من السوق الإفريقية، 20% هي لصالح الجزائر، وموريتانيا في تقدير أنها تسعى إلى توسيع وتنويع شراكاتها التجارية مع دول أخرى، خاصة وأن المعبر الحدودي الرابط بين المغرب وموريتانيا عبر منطقة الصحراء الغربية هي منطقة نزاعية، وشفنا ولاحظنا ما حدث بعد غلق معبر الكركرات من طرف جبهة البوليزاريو وتضرر العلاقات التجارية بين الدولتين، وبالتالي فموريتانيا تسعى من أجل أن تكون هناك حدود آمنة في علاقتها مع دول الجوار بعيدا عن التوترات الأمنية ومناكفات سياسية بين الدول المنطقة. شكرا لك من الجزائر دكتور توفيق بقعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة